شهرين من شهور الصيف الهامين جدا، شهر 7 و8 يوليو واغسطس، شهرين الاجازه، شهرين النوادي، شهرين المصايف والبلاجات، وشهرين الامراض ايضا بالنسبه للاطفال. نتيجه كل هذا الكم من الانشطه مع ارتفاع درجه الحراره والتعرض لفيروسات مختلفه، والاطفال نتيجه صغر السن ضعف المناعة في أحوال كثيرة جدا، وأيضا صعوبة بعض الأمراض اللي بيواجهوها، بتكون هذه الفترة من أكثر الفترات اللي بيصابوا بيها الأمراض، هي فترة الصيف، عداء طبيعي ما بين الأطفال وما بين الصيف بسبب كل ده. إزاي نرفع مناعة هؤلاء الأطفال؟ إزاي نقيهم من أمراض الصيف؟ ده هيكون حوارنا مع ضيفي وضيفكم في هذه الفقرة، دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. تعال نبتدي على طول الحوار ونقول لكل اللي هيشاهدونا إزاي يرفعوا مناعة أطفالهم ويقوموا من أمراض الصيف، بس خلينا نشوف مع حضرتك ومع مشاهدينا هذه الفقرة أو هذا التقرير عن موضوع إن شاء الله. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إعداد خطة وقائية وعلاجية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس نظرا للتغيرات المناخية الحادة التي أسفرت العام الماضي عن حدوث حالات وفاة وإصابة ناتجة عن الإجهاد الحراري وضربات الشمس. وأوضح الدكتور عمرو قندير رئيس قطاع الشؤون الوقائية والمتوطنة، أوضح أن الخطة التي تم وضعها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري تأتي في إطار الإنذار المبكر للأزمات والكوارث وما ينجم عنها من آثار. وأشار إلى أن القطاع الوقائي قد أرسل منشورا لمديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات متضمنا أهم الإجراءات اللازمة للوقاية والتعامل مع ضربات الشمس والإجهاد الحراري، والتنبيه المشدد نحو تعميمه على كافة المنشآت الصحية للعمل بما تضمنه من تعليمات. وفي الصيف تزداد أمراض الأطفال وخاصة المتعلقة بالجهاز الهضمي والتنفسي، لذا يجب على الأم أن تحرص على ارتداء الأطفال لملابس قطنية والإكثار من تناول الأطفال للفاكهة الطازجة النظيفة والابتعاد عن الأماكن المغلقة والحرص على عدم تعرض الأطفال لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة والحرص على شرب الأطفال لكميات كبيرة من الماء والسوائل لتعويض السوائل التي من الممكن أن يفقدها جسم الطفل، مع الاهتمام بنظافة جسم الطفل إلى جانب الإسراع إلى عرض الطفل على الأطباء في حالة تعرضه لأي أعراض مرضية حتى لا تتفاقم الحالة ويصعب علاجها. أهلا بكم من جديد، وخلونا نبتدي حوارنا مع دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية. دكتور، هي مش الفيروسات موجودة صيف شتاء، ليه بتنشط صيفا بهذا الشكل؟ الأول حاجة عشان مع ارتفاع درجة الحرارة بيبتدى معدل تكاثر الفيروسات بيزيد، مش بس تكاثر الفيروسات أيضا البكتيريا، فطبعا بتزيد وتبقى في فرص الانتقال أكتر. مع ارتفاع درجة الحرارة أيضا بيبقى في نوع من العرق، العرق برضو ده بيبقى فيه بكروبات، فدي بيبقى إيد الأطفال بشكل عام أو إيد الناس الكبار حتى بتبقى ملوثة، بيروحوا في النوادي، بيروحوا في المصايف، بيروحوا حمامات السباحة بيلعبوا، وهم بيلعبوا ممكن يتناولوا الطعام، واحد يبقى ايده ملوثه ما غسلش ايده. لازم نعلم اولادنا ونعلم انفسنا ان غسل الايدي يمنع 1,000,000 وفاه سنويا في العالم بس عشان تقول غسل الايدي. يبقى مهم جدا ان احنا ننقذ هؤلاء الاطفال، ان احنا نعلمهم. في ناس كثيره جدا لو احنا قعدنا في فرح، لو قعدنا في اي مؤتمر، لو قعدنا في اي شيء، ما فيش حد بيغسل، حل العروسه مش هتغسل ايديها. يبقى ملاحظ ان احنا عندنا عاده ان احنا بيجي الاكل بنروح نغسل، يعني يبقى لازم تبقى دي عندنا عاده، اول ما نلاقي الاكل نغسل ايدينا. الحاجه الثانيه ان احنا لازم نعلم الاطفال يغسلوا ايديهم ازاي. يعني ايه يغسلوا ايدهم ازاي يا دكتور؟ ما بيعرفوش، هو بيغسل ايده على طول ثانيه وجه، لا ده احنا نروح معاهم ونقف ونغسل ايدينا قدامهم ونقول لهم ازاي. هم بيغسلوا بالطريقه دي وخلصت يا بابا، ينزل الميه على ايديهم خلاص. لا كل الاطفال كده لازم في صابون. ما ينفعش يغسل ايده في طبق ولا في وعاء في ميه، لازم ماء جاري، لازم في صابون، ولازم يتعلم ان هو هيغسل بالطريقه بتاعته القديمه، ولكن هنعلمه كمان لو هي لابسه غويشه هنشيل الغويشه او ناخرها، لو لابس ساعه نشيل، لو لابس خواتم طفل مراهق ولا حاجه يشيل، ويبتدي يغسل ايده بالطريقه العاديه ويغسل كل صابع داير داير ما يدور داير ما يدور داير ما يدور داير ما. وبعدين بيبقى غسل ايده كده، خلي بالك هنا في الخطوط دي، الخطوط العرضيه دي مليانه ميكروبات، فلازم يروح عامل ايده كده
ويغسل ايده بالطريقه دي، يفتح كف ايده ويعرضها ايده الناحيتين ويرغي رغي على الناحيتين. بعد ما يرغي ما ينساش ظهر الريست المعصم لازم يغسله كويس جدا، وبعد ما الرغاوي حوالي 20 ثانيه يشطف كويس جدا. بس في مشكله ثانيه، ان هو مثلا راح مطعم، راح في اي مكان في نادي، ممكن اللي في المكان ده يروح مديله فوطه ينشف فيها. اياك اوعى تنشف الفوطه دي، اي مناشف ابدا ولا هدومك، ولا سيبها في الهواء. لو سبتها في الهواء ممكن تدر ميكروبات 1000 ضعف. يبقى نديله منديل ورقي. اوعى ترمي المنديل الورقي، خد المنديل الورقي ده واقفل بيه الحنفيه او الصنبور وافتح بيه الباب. ليه؟ ما يستخدمش بايده تاني بعد ما غسلها، لانه دخلها ميكروبات تاني. وما يستخدمش المجفات اللي موجوده في بعض المطاعم الاجنبيه. ليه؟ المجفات اللي هي بيفرقوا بيها. حضرتك تقصد المجفف الهواء الموجود في الحمام ده او موجود في اي حته، ده بيبقى هو ملوث، بياخد الميكروب بينقله من هنا على ايدي، على فوق، على وشي، على الحيطه، على اللي ورايا، وفشلت في العالم كله وجابها لنا احنا. يبقى مش هننشف الا بالطريقه العاديه. وهو دكتور، في ناس بيتعذر عليها احيانا استعمال الميه، فبتستخدم المناديل اللي فيها نسبه كحول. مفيش اوكي، حتى قبل كده هاتي كحول عادي، هاتي مطهر عادي، هاتي كحول عادي وكحول كويس جدا، بس برضه هنغسل ايدينا بالكحول ونخليه يجف، مفيش مانع، انا موافق. ده بينطبق ايضا على الجل الايدي، يعني في ناس كثيره جدا احنا كمثلا ناس بتشتغل بنحتفظ بالجل ده. بس نمره واحد عندنا بتبقى الغسل الايدي بميه جاريه وصابون اللي مش عاد. وبعدين في ناس يقول لك طب انا هجيب صابون منين؟ دخلت في مكان مؤسسه حكوميه نادي ما فيش. طيب انا بدعو كل الناس دايما نجيب، عارفه انت روحي الصيدليه واتي قطاره عبوه صغيره زي قطاره العيون او قطاره الانف، تكون معقمه ونظيفه، ونحط فيها صابون سائل وخليها في جيبي، خليها في المقلمه، خليها في شنطه البنت. اقرب حاجه قريبه منك هترغي ممكن اسبوع، يبقى رغاوي بسيطه هتفيدني وتحل لي مشاكل وتنقذني من امراض كثيره جدا، مش بس التهابات الجهاز الهضمي، الاسهالات والقيء والحاجات دي والتهابات المعويه، ولكن ايضا ممكن تقيلي من الحساسيات. ازاي؟ اصل انا لعبت بالتراب، اصل انا مسكت اي حاجه، قعدت مع القطه، انا ايدي فيها مواد بتعمل حساسيه، حطيتها على انف، حطيتها على فم، حطيتها على عين. يبقى لازم تكون ايدي نظيفه على قدر الامكان على مدار اليوم. وخلي بالنا مش عايز حد يحط ايده في بقه، ومحدش يقول لي ان في بحث من حوالي اسبوع قالوا اللي بيحط ايده في بقه في دوله اجنبيه بيبقى منعتهم بتزيد. عندهم هم مش عندنا احنا، هو هناك ده مختلفين خالص. احنا هنا عندنا ميكروبات كتيره جدا، هتحط ايدك كل شويه في بقك ويقعد يتلذذ بيها، ده هتخلي ميكروبات. يعني معظم الاطفال بيعملوا الحركه دي يا دكتور. لا دي عاده مش كويسه، ومالناش دعوه بالاجانب، الاجانب دي حاجه ثانيه. طيب يعني احنا بنتكلم كده على ان النظافه هي اول خطوه في الصيف، هي الحقيقه النظافه شيف صيف شتاء يعني، بس احنا بنزود على ده اكتر في الصيف. وهنزود حاجه ثانيه في الصيف، في حشرات. حشرات عندك الذباب وعندك الصراصير وعندك والنمل والحاجات دي، هينقلوا ميكروبات. الصراصير هتنقل الميكروبات طبعا، وممكن تنقل حتى الصراصير تنقل الديدان الدبوسيه كمان، تنقل الديدان مضاد ديدان دبوسيه. ممكن كمان طبعا احنا عارفين الصراصير بتسبب حساسيات، ممكن حساسيه انف وصدر وعين وجلد، ممكن الصرصار ما يبقاش عندي انا ولكن على بعد 50 بيت من عندي، ممكن الصرصار موجود في القمامه اللي موجود على الشارع اللي بعد حوالي مثلا 200 متر من عندي، بس هيطلع مواد والبيض بتاعه يطير ويروح جايني ويجي عندنا. وتقريبا نسبة كبيرة قوي بين اطفالنا بيبقى من 8 ل 10% من سكان القاهرة عندهم حساسية للصراصير اللي ما بيشوفهاش اصلا، وبيوتنا هتلاقي فيها للاسف على الحيطان هتلاقي فيها بروتينات الصراصير من عند الجيران. يبقى الحل هنخلي لازم نتعلم فن القاء القمامة. اي قمامة هنرميها في الشارع هتجيب لي الصراصير وهتجيب بعد شوية ترجع لي هترجع لي. يبقى يا ريت ان احنا نحكم وضع القمامة في سلة أو نحطها في كيسين ومقفولين كويس جدا. خلي بالك حاجة تانية، حتى في البيت مفيش حاجة اسمها سلة، سلة تبقى مقفولة وسلة تبقى نظيفة. خلي بالنا الصرصار ممكن يقعد 20 يوم ياكل على حاجة انت سبتها النهاردة، يعني مثلا رصيد 20 يوم، شوية مية حطيها في الحمام وفي المطبخ ممكن تخليه ينتعش يصوم أسبوعين ثلاثة. يبقى خلي بالنا لو في نقطة مية رطبة بقايا الأكل، بقايا الأكل اكلوا الاطفال اكلوا على الترابيز، هو عمال ياكل، وقعت رزايه هنا، مكرونيه هنا، بطستايه هناك. فلازم بعد تناول الطعام نبص تحت الترابيز هتلاقي فيه بلاوي. يبقى لازم نعلم الاطفال او احنا، لا مش مشكله، هننظف تحت المكان اللي كلوا فيه
والترابيزه اللي قالوا عليها واياهم واياك ويانا جميعا ان احنا ناكل في الفراش. تناول الطعام في الفراش يسبب قائمه من الحسيات. ليه؟ اصل انا باكل في الفراش بياكل في السرير، وقعت حته اكل هنا، وقعت عصير هنا. ودي قواعد الاستسهال في العصر اللي احنا عايشينه. الاكل في اوض النوم، والاكل قدام التلفزيون في الانتريه مش في مكان الغداء الطبيعي. ده بيزود قواعد الاستسهال زي ما بنقول. وبعدين في كمان قلت التلفزيون هو في اوبئه بتيجي في الصيف ومش معروف، في وباء اسمه وباء السمنه يصيب الاطفال في الصيف لعده اسباب. اول حاجه اصل هو فرحان بالمحمول وفرحان بالتلفزيون وفرحان بالشات، وطول النهار بيكلمك وهو حتى وبياكل مش فاضي يعني حد قاعدين 24 ساعه ماسك، حتى بيناموا بالليل، ينام بالليل يقول لك اشوف النوتيفيكيشن قبل ما ينام، ويصحى الصبح مين اتصل عليا وانا نايم. في استغراق في استخدام اجهزه الاتصالات الحديثه الالكترونيه. المشكله ان العالم كله اصبح يحذر مش هنسمح لاطفالنا يستخدموا هذه الاجهزه سواء ال LCD او التليفون او المحمول او اكتر من ساعتين. ليه؟ طلع الطفل بيقعد في نمط حياه ساكن اللي هو ما بيتحركش، ده تجي له الحساسيه ضعف الاطفال العاديين. لو الحساسيه الصدريه بتصيب 10% من الاطفال هو يبقى 20%. ليه؟ المفروض هو يتعفرط ويتنطط ويلعب يتحرك زي كل الاطفال في السن الطبيعي ده، عشان الجهاز المناعي ينمو، عشان الجهاز التنفسي يبقى نشط، عشان يبقى عنده حركه. الكسلان اللي قاعد طول النهار بيتفرج على التلفزيون ده بيجي له الحساسيه الضعف. مش بس كده، وجد ان في ارتباط بين قله الحركه ومشاهده الشاشات بشكل عام، ويبقى قابع خلف شاشه اي شاشه بقى من مشكله، ده بيزود السمنه. ويزودها كمان ان هو قاعد يقول لك انا باكل، فبيقعد ياكل، وساعات يرتبط عندهم الاكل بمشاهده التلفزيون او مشاهده الشاشه، فعمال ياكل. الاكل مع مشاهده الشاشات بيزود اختزان السعرات الحراريه ويزود الوزن فيهم، وزياده الوزن موجوده في اطفالنا. ولو مش هننسى ان في كي جي 1 في مصر دلوقتي 25% من الطلبه خاصه البنات بيبقوا عندهم زياده في الوزن او سمنه خطيره جدا. بعد كده عند عمر 20 25 48% من الفتيات دلوقتي او البنات عندهم سمنه. يبقى احنا نص الشعب داخل على وباء سمنه 25 مرض، سمنه نقص مناعه، سمنه حساسيات، سمنه انفلونزا اكتر في الشتاء، سمنه يعني برد الصيف هيجيني اكتر، برد الصيف هيجيني اكتر، الدنيا حر، شغل التكييف، ماسك الريموت، بيلعب مش عارف بيعمل ايه، يخليه 17 و16، ايه اللي بتعمله ده؟ المفروض 25 24 ونص الى 25 ونص، 25 اوكي، ما تخليهاش 14 و16 والكلام ده، انت بتدخل نفسك في حساسيات بتسقع جسمك بشكل عام، بتخلي الجلد عندك جاف، وتدخل لك في حساسيه جلد وانف وجفاف جلد كمان. انا بتمنى ان يكون كل اب وام سامعيننا دلوقتي، لان ظاهره الجلوس امام التلفزيون والاكل والجلوس امام شاشات الكمبيوتر والالعاب المختلفه بقت في كل البيوت، ما حدش بيقع في نفسه المسؤوليه، كلنا بنعمل ده للاسف. دلوقتي في الغرب في عجله يقول لك هذه العجله خصصت لمشاهده التلفزيون عشان يعلموا الاطفال. اما تيجي تفتح التلفزيون يا حبيبي اركب العجله واقعد اتحرك عشان تعرف ان لازم تعمل حركه، عشان في وباء اسمه وباء قله الحركه. سمعت عن السرطانات؟ يقول لك الدول الفلانيه مش هقول على اساميها فيها اعلى معدلات السرطان. ليه؟ عشان احنا دخلنا باشياء كثيره جدا من ضمنها قله الحركه. لازم ابنك يتحرك، لازم تشغله، لازم بنتك تروح رن الجرس اجري وافتحوا الباب، حد بيتكلم روح اعمل حركه، هات لي ده شغلوهم، حتى لو مفيش شغل تعالوا البيت نظيف، تعالوا ننظفه مره ثانيه، تعالوا نرتبه مره ثانيه، اعملوا حركه كتير خاصه خلال الاجازه العطله الصيفيه، لان وباء السمنه خطر جدا، هيرفع للضغط وسكر والحاله النفسيه. ومش عايز برضه حاجه ولازم الناس تعرفها ومش هنتكسف ومش هنخبي، ان الحسيات تزيد من مضاعفات اللي يعني السمنه بشكل عام. واللي عنده سمنه اما تجي له انفلونزا بيبقى اول ناس بيدخل المستشفى من التهاب الرئوي، واللي عنده رب بيبقى اول ناس يدخلوا المستشفى اللي هو ذوي الوزن الزائد، واللي عنده وسطه زايد ده بيزيد معدلات عنده الازمات الصدريه 3 مرات، الوسط نفسه لو زاد عن المعدل بتاعه. يبقى خلي بالنا اما تلاقي ابنك وزنه زاد او بنتك زاد ده خطر، وخطر كمان في المستقبل، لان برضه في علاقه بينهم للاسف بين السرطانات ومش هنخبي عليهم. دكتور طيب زي ما بنتكلم عن ازاي ان احنا نتقي هذه الاشياء، ازاي نرفع المناعه؟ الام بتقول لك طب ارفع المناعه ازاي بخلاف الطرق الطبيعيه اللي هي النظافه المحافظه المتابعه؟ شوف انا لازم اول حاجه المناعه كل يوم انا بتكلم في المناعه وكل يوم بتكلم كلام جديد في المناعه وكل موسم يختلف عن الموسم اللي بعده،
طب احنا في الصيف هنرفع مناعتنا ازاي؟ ده طلع الصيف فرصه عظيمه جدا لرفع المناعه واعداد الطفل او الناس الكبار للسيطره على كلمه رب. طب تعالي نشوف ايه اللي هيحصل لي في الصيف عشان انا محتاج اتدخل مناعيا. اصل انا في الصيف الناس بتقعد مع بعضها كتير وبتسافر في اماكن جديده، بيقعدوا مع بعض كتير، يعني في تدخين سلبي. التدخين السلبي بيزيد في الصيف، وكمان مش بس كده، ده الشيشه بيزيد في الصيف مع الفتيات والاناث. ده مع كله. الشيشه اما الزاويه. طب انا متعود